مرحبا، معكم برناديت حداب. بدي أقول أول شيء مبروك للمرأة السعودية حصولها على حرية قيادة السيارة. شو رأيكم نعمل برمي سوا بالسيارة ببيروت على شط البحر؟ أخبركم شوي أكثر عني وعن سوق السيارات. أهم شيء نحط السنتور قبل ما نمشي. بالنسبة لإلي السيارة كتير مهمة، لأنه السيارة هي اللي بتشيلني عن الأرض، هي اللي بتخليني بأمان، ما بتخليني أتعرض للبهدلة بالشتاء وللشمس بالصيف. أنا شخص بحب كتير السواقة وبسوق بكل الوقت، ما عندي مشكلة. إذا كنت معصبة خاصة بحب السرعة، إذا علقت بالعجقة ما بنزعج كتير لأنه تعودنا كل وقتنا عجقة. بعلي الشبابيك، بدور الاي سي، والموسيقى أهم شيء. ما عندي موديل مفضل بالسيارة، المهم يكون عندي سيارة، يعني هيدا الشيء الأساسي. يمكن صرت مغيرة 5 سيارات أو 6 سيارات مش أكتر. كل شيء له علاقة بالسيارة أنا بهتم فيه. شو بدي أقول للمرأة السعودية؟ بدي أقولها أنه تحب حالها أول شيء، تحب سيارتها، تسوق على مهلها. الحمد لله على السلامة. هيدا كان مشوارنا لليوم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. أهم شيء تنتبهي على حالك، تنتبهي على سواقتك، تنتبهي على غيرك. درايف سيف، لأنه السلامة أهم شيء.